الذي يمكن ما الذي يمكن أن تقدمه باكستان لمسلمي الهند في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها؟ فليس باكستان وحيد، بل لا أحسب بأن باكستان لها سيطرة حول أمور الهند السياسية أو الاقتصادية أو ضغط آخر. فباكستان لا يمكن أن تضغط على الهند فقط، بل هناك هذه المسألة بشكل عام للمسلمين، فلجميع دول للمسلمين في العالم هي أن ترفع الضغط على الهند، وكذلك هذا ممكن بمقاطعة الاستيراد والتصدير بالهند وبمقاطعة منتجات الهند، فهذه المقاطعات الاقتصادية قد تزيد الضغط على الهند أكثر، فبهذا ممكن يتساهل أمر المسلمين في الهند إن شاء الله تعالى.